أخبار فلسطين باختصار. حصيلة رسمية تسجل اقتراب عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35 ألف شهيد. وزارة الصحة في القطاع رصدت ارتكاب الاحتلال 4 مجازر وصول 28 شهيدا إلى المستشفيات. العثور على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي وعشرات الجثث داخل أقسام المجمع. الدفاع المدني قال إن هناك أكثر من 10,000 شهيد لا يزالون تحت الأنقاض وسط صعوبة في انتشال جثامينهم. جنوب أفريقيا تدعو محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين بعد هجوم إسرائيل على مدينة رفح. رئاسة جنوب أفريقيا شددت على المجتمع الدولي بعدم غض الطرف عن الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع. مدير المستشفى الأوروبي يحذر من كارثة صحية مع استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال الوقود. قوات الاحتلال لا تزال تغلق معبر كرم أبو سالم وأوقفت حركة دخول المساعدات إلى القطاع. تقديرات أممية تشير إلى نزوح 150 ألف شخص حتى الآن من رفح وسط إصرار إسرائيلي على اجتياح مناطق جديدة. الاحتلال وجه أيضاً إنذاراً لتهجير سكان المناطق الشرقية تمهيداً لاجتياح محتمل للمدينة. إلى اللقاء باختصار آخر.